طمني، لقيتها؟ عرفت عنها شيء؟ طمني بالك يا أمو، طمني بالك، أختي منيحة وبخير وقاعدة بمكان آمن، بس هي ما رضيت تجي، بدها تغيب هيك يومين ثلاثة من هول لتأتي النفوس. أنت لا تاكلي هم شيء بالمرة. فارس طلع فيني هون، أنا هذا الهدوء تبعك مو عاجبني منوب، ليه وما قلت لها شيء؟ اصحكها، أختك ما غلطت، والزلمة طالبة على سنة الله ورسوله. يا أمو قلت لك لا تاكلي هم، لك شو عم تحكي أنت؟ لك هي أختي، أختي من لحمي ودمي. بعدين غير هيك حملت حالي ورحت لعند أبي على الدكانة وما طلعت من عنده لحتى رضي عليها، ووعدني إنه ما يقرب منها ولا يحكي معها بالمرة. طيبي قلبك ولا تخافي بالمرة يا الله، وكيلك مثل ما عمل لي. هذا الحكي اللي صار. والله يا أبو فارس أنا ماني مطمنة، ابنك فارس كتير مبرد قلبه، كل ما بسأله بيقول لي يلا أمي يومين وإن شاء الله بتجي. أنا كمان والله ماني مطمن يا أم فارس، خايف يكون عامل فيها شيء عملي وعم يسكتنا بهالكلمتين. والله وأنا خايفة، أنا مثل حكايتك، بس شو بدنا نساوي؟ أنا عم دور على حل ما عم لاقي، شو بدنا نعمل؟ ما لا غير تروحي لعند أم جبري، هي بتكشف المستور، بركي بتدلنا على قرنتها لسلمى ومنعرف شو صاير فيها. لا تقلي أم جبري حاجة بقى، هي وحدة غشاشة ومحتالة وكذابة. أنا سلمها أسرار بيتي وروح لعندها برجليي مشان تحط رقبتي بإيدها؟ مو فشرة عينها؟ قال أم جبري قال لك على الحكي. لك أنا ما بعرف ليش بتكرهيها كل الأدلة المخلوقة. المختار عم بيقول إنها مخلوقة سادة وكل عمرها ما كذبت على حدا، ويا ما ساعدت ناس وحلت لهم مشاكله. اصلا ما حدا مقوي له شوكتها لام جبري غير المختار. إيه انا ما عم بفهم شو هالسر اللي بيناتهم لسه بيدافع عنها وبيبعث لعالم مشان تستفيد منهم. يا ام فارس، البصاره ام جبري عامله معروف كثير كبير مع المختار، والمختار حاسس انه ممنون لها وما له عرفان شلون بده يرد المعروف، مشان هيك بيبعث لها ناس تستفيد منهم ويستفيدوا منها. سيدي انا ما بدي اكون من هدول العالم ولا خطي نحبتها. نوب حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أستغفر الله العظيم مني هيك. خالتي هلا بدي أسألك سؤال، عن حق أنت بتعلمي بالغيب؟ لا حبيبتي، ما حدا بيعلم بالغيب غير رب العالمين، بس الناس أحيانا بيكون صاير معهم مصيبة عم يدلون على قلبي ومو شايفين قدام. أنا كل شي بعمله إني بشيل هاي الغباشة من على عيوني. خالتي انتي والله كتير طيبة وحنونة وقلبك أبيض، يعني أنا بستغرب ليش أمي ما بتحبك ولا كأنك أختها. كل شي وقته حلو حبيبتي، كل شي وقته حلو. ولسه لهلأ ما عرفت شي عن بنتكم سلمى يا أم فارس؟ بلا، ابني فارس طمنا عليها وقال لي إنه هي قاعدة عند حرمة مستورة شي يومين ثلاثة، بس لبين ما يهدى أبوها وإن شاء الله بيجي ابن الفران وبيطلبها رسمي. أي ألف الحمد لله، قلت لحالي يعني إذا ما بتعرفي وينها روحي لعند أم جبري تقولي مخاوية والعياذ بالله، إيه ما بيخفى عليها شي. لك تخيلي تخيلي هديك اليوم خاتمي الذهب كان ضايع قام لقتليها، هلا بدك حجة أكثر من هيك لحتى تصدقيها؟ حاجة بقى فوزية، الله يوفقك. شو هالحكي؟ أم جبري أكبر كذابة وغشاشة، بس أنا ما بعرف شلون بتصدقوها. تقولي عملت لكم عمل دوبة تاخذ مصاريكم وتبلصكم. إي يعني بس أنا شفت هذا الشيء بعيني، شو بكي؟ عم قلك رجعت لي خاتمي الذهب الضايع. فوزية إذا بدك تضلي بسيرتها الله يوفقك، احملي حالك وروحي، ماني قدراني أسمع لا باسمها ولا بسيرتها. خلصنا خلصنا أم فارس، سكرته لتمي. إيوه جبري وام جبري تعال هون، وين رايح؟ فهمني اختك وينها؟ يا مو سلمى هي بالاول راحت عند خالتي ام جبري وقعدت عندها، وقت انا رحت عند خالتي ام جبري وحكيت لها على اختي ما جابت لي سيره بالمره انه اختي عندها. يعني خالتي ام جبري ما عملت الا زينه العيل، وقتها لو جابت لي سيره كنت شخطتها بالنص. حاجه بقى حاجه، افهمي انه اختك اختك هي وما في منها، مشان هيك لازم تروحي لعندها انت الثانيه وتشكي فيها على موقفها معنا. عم تفهمي؟ لولاها يا خانو ما
بنتك كانت ابصر وين هربت، وكنت خسرتي الاثنين. مشان هيك يا خالو تنازلي عن حقدك وكرهك لها بقى. تنازلي، كل اهل الحاره بيشهدوا بصدقها ومحبتهم لها. عم تفهمي؟ مجبري بالك كذابه، ويا ما ساعدت ناس. فروحي الله يرضى عليكي واشكريها على موقفها معنا. يلا. لا لا، هيك كثير، كانه عملت لكم شيء عمل لحتى تحبوها وتوقفوا ضدي. لك ما فشرت عينا انا توقف بيني وبين اولادي وتخرب علي حياتي؟ انا بدي اتصرف وهلا وفورا. لك شو هاد؟ يعني انت ما خطفتي البنت؟ لا يا سيدي لا، بنت اختي وحبت تجي تزور عندي كم يوم. بعدين ليك سلمى جوا، اذا بتحبوا بالدهله اسالوها. ثاني مرة تأكدي من معلوماتك قبل ما تتهمي الناس، فهمتي؟ لا تواخذني سيدي، أنا مالي عرفانة إنه بنتي إجت بإرادتها لهون. مالك عرفانة؟ إذا بتتهمي الناس بالباطل مرة تانية راح أحبسك إلك، فهمتي؟ أنتِ ليش بتكرهيني كل هالقد؟ أنا شو عملت معك؟ طول عمري بتحمل منك الذل والإهانة، وطول عمري ساكتة وحاطة على الجرح ملح. ما بكفي إنك حرمتيني منك، حرمتيني من أختي، بكفي إنك تركتيني لحالي كل هالعمر بعد ما مات أبي وقتلت أمي. أنتِ مالك أختي، أنا بعمري ما حسيت إنه أنتِ أختي. صحيح لأن التنتين قلنا نفس الأب، بس أمك غير أمي. أمك خربت بيتنا، أمك خربت بيوت العامرة، وأنتِ ما رح تطلعي أنظم منها، غشاشة وكذابة ومحتالة. لك أنا شو ذنبي؟ شو ذنبي بشي عملته أمي مو أنا؟ لك حرام عليك، حرام، أنا أختك. لك أنا عايشة كل عمري بكابوس، بحلم بحكي قالت لي يا أمك إنه كيف بدها تقصي لي لساني إذا حكيت إني شفتها عم تقتل أمي، مع أنها ماتت وشبعت موت. وفوق كل هاد عم تعاديني؟ لك فضحتيني بالحارة وسكتت، آخر شي جايبتي لي الشرطة. لك حاجة بقى حاجة، قيمي هذا الظلم اللي عامي عيونك، قيمي. معقول يا خالتي؟ معقول تحملتي كل هالظلم والقهر والتعتير والإهانة وضليتي ساكتة؟ وأنا عم أقول لحالي شو هالخلاف بين الإخوات يلي ما عاد يخلص؟ أتاري إلك متحملة كل هاد ومظلومة وساكتة؟ شو يا عمو؟ ما بدك تتصالحي مع خالتي ونطوي هالصفحة بقى؟ خالتي يلي شالتني بعيونها وقت كنت ملهوفة وخايفة، يلي تحملت ظلم منك ومن أمك ما بتتحمله الجبال، يلي عاشت بالفقر وبالقلة وبالتعتير مشان ما تطالبك بحقها من ورثة أبوها مع إنه بيطلع لها. شو أمي؟ ما رح تغيري رأيك؟ إذا ما بتتصالحي أنتي وخالتي أنا مالي راجعة معك على البيت، ورح ضل هون قاعدة معه وما رح أتركها تتحمل هالظلم هاد كله لحاله. سامحيني أختي. سامحتك دوري، سامحتك يا نور عيوني، سامحتك.